شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على غزة في اليوم 58 بعد 200 من العدوان. قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة. والاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا. الثانية عشر ظهرا التاسعة بالتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي لما جبريل، إلى كلمة. شكرا دعاء، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والبداية بتطورات في غزة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المتواصل على كامل قطاع غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه 58 بعد 200. وأدى قصف الاحتلال الصاروخي لمنطقة الحسينة غرب مخيم نصيرات وسط القطاع إلى استشهاد سيدتين وإصابة 12 آخرين بجروح. وفي حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة أطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية على المنطقة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع. كما تشهد مناطق وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا وإطلاق نار كثيف. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية تدعمها الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وصلت تقدمها في غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما توغلت الدبابات في 5 أحياء من المدينة. ما بين قصف متواصل ليل نهار وأنقاض وأشلاء، الشهداء يعيش النازحون في مدينة رفح الفلسطينية في حالة من الرعب والذعر جراء تكثيف الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه الغاشم على المدينة الواقعة في جنوب القطاع. لا مكان آمنا في قطاع غزة، وخاصة المنطقة الجنوبية ومدينة رفح الفلسطينية التي يستهدفها الاحتلال بالقصف والغارات ليل نهار. شهداء ومصابون يرتقون بشكل يومي في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح الفلسطينية التي كانت تعد الملاذ الأخير لسكان القطاع. إلا أن الاحتلال لم يترك في المدينة مكانا آمنا يلجأ إليه الفلسطينيون مع استمراره في قصف خيام النازحين. ما سمعنا غير ضربة الصاروخ، كلنا قمنا من الخيم لقينا النار مولعة في سريره، وهي سريره وسرير ابنه مولعة، كل إشي حتى الحديد ولع، طناجر الضغط، كل إشي في طحينه ما مصفى طحينه على بعضه ولع، ولا إشي في هذا اللي غير ولع. كنا نايمين الساعة 1 في الليل، فجأة ما سمعنا إلا صوت صراخ، طلعنا نجري، حملنا الأطفال وطلعنا نجري، لقينا النار هان مولعة، نار كتير كانت موجودة وفي إطلاق نار. أخذنا الأرض، إحنا في الأرض اللي جنبهم قاعدين، أخذنا الأرض وصارت الناس تصوت وتجري في الشارع. حلقة مفرغة من جحيم مستعر في أرض القطاع تطوق سكان غزة الذين اضطر أغلبهم للنزوح أكثر من مرة هربا من العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على كافة أرجاء القطاع. لمتى هذه الحرب؟ لمتى النزوح؟ هي ما عادت 7 نزوح لحتى الآن. إحنا نزحنا من 7 أكتوبر، إحنا من المناطق الشرقية لخان يونس، من أول يوم نزحنا على خان يونس، بعدين على المواصل، وبعدين على رفع، ورجعنا تاني على خان يونس، وهنا بدنا نرجع على المناطق الشرقية، حنموت فيها يعني مش حنطلع. منطقتنا هناك بدنا نقعد فيها، نضلنا قاعدين فيها، لأنه هذه مش حياة. اللي صار هنا الليلة كارثة، الإطلاق في الخيم على جنب الأطفال، الشظايا، النسوان تصوبهم يجي 4 شهداء. حرب إبادة ممنهجة يمارسها الاحتلال بحق فلسطيني القطاع الذين يواجهون ظروفا كارثية في كافة المستويات المعيشية،
مع انعدام الأمن الغذائي واقتراب خطر المجاعة من جميع السكان في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. للمزيد من المتابعة للأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل أكسترا نيوز كريم رجب. كريم، ضعنا في الصورة، يعني كل ما هو جديد لديك حتى الآن، يعني أنت في المنطقة طبعا هي الأهم، دائما نحرص على متابعتها، تفضل يا كريم. نعم لمي، يعني لا تزال سلطات الاحتلال تؤذن من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لأن خلال هذا اليوم دخل إلى معبر كرم أبو سالم 4 شاحنات من الغاز، ولكن سلطات الاحتلال أرجعت 2 من هذه الشاحنات، فيما أفرغت الاثنين آخرين من هذه الشاحنات الحمولات الخاصة بها في معبر كرم أبو سالم، وبذلك ترتفع أعداد شاحنات الوقود خلال هذا الأسبوع إلى نحو 10 شاحنات فقط من الوقود، كان منها 8 للغاز وشاحنتين للسولار، فيما بلغ عدد شاحنات المساعدات الأخرى نحو 96 شاحنة مساعدات خلال هذا الأسبوع، وهو أقل من 5 الحد الأدنى للاحتياجات اليومية من سكان قطاع غزة من المواد الغذائية والأساسية وكذلك الأنواع الأخرى من المساعدات التي يحتاج إليها الفلسطينيون في هذا التوقيت وفي ظل هذا التصعيد المتواصل من جانب سلطات الاحتلال. السلطات الاحتلال تحاول أن تصعد من الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، لأنها كانت منذ أيام أعلنت عن هدنة تكتيكية في المنطقة الواصلة بين معبر كرم أبو سالم وكذلك طريق صلاح الدين بطول 10 كيلومترات وصولا إلى المستشفى الأوروبي في منطقة خان يونس، ولكن لم تلتزم سلطات الاحتلال بهذه الهدنة التكتيكية، بل أصابت واستهدفت مجموعة من المواطنين خلال الساعات الماضية، وكانوا من المعنيين بتأمين عملية وصول البضائع من خلال معبر كرم أبو سالم إلى المناطق المختلفة في قطاع غزة، واستهدفتهم بالطائرات المسيرة وأسقطت عدد كبير من الشهداء خلال الساعات الماضية. فيما تتواصل العمليات العسكرية في كافة المناطق في مدينة رفح الفلسطينية، ولا سيما المناطق الواقعة في عمق المدينة وهو مخيم الشبورة، هذا المخيم الذي تكرر قوات الاحتلال من هجومها على هذا المخيم سواء بالقذائف المدفعية والتي يسمع دويها من هنا في هذه اللحظات، طلا عن طائرات المسيرة من طراز قوات كابتر وكذلك أيضا الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال على هذا المربع السكني وهو مخيم الشبورة، والذي تبلغ مساحته نحو 15 كيلومترا مربعا، وهو عبارة عن بنايات سكنية متلاصقة وكان يقطنه عدد كبير من السكان والنازحين، ولكن هذه العمليات العسكرية أجبرت سكان هذه المنطقة على النزوح فضلا عن تركيز العمليات منذ أكثر من 2 يوم على المناطق الغربية وتحديدا في الحي السعودي، وهذا الحي الذي يضم نحو 1800 وحدة سكنية وكان يقطن عدد كبير أيضا من السكان، وكذلك أيضا تل السلطان وهذه المنطقة الواقعة في الشمال الغربي من مدينة رفح الفلسطينية وكذلك منطقة المواصي والتي كانت قد أعلنت عنها سلطات الاحتلال أنها من المناطق الآمنة، وكانت أجبرت سكان مدينة رفح الفلسطينية على التوجه إليها في 7 مايو من الشهر الماضي، ولكن كل هذه المناطق تتعرض لقصف عنيف سواء بالطائرات المسيرة والطائرات الحربية وكذلك الزوارق الخاصة بقوات الاحتلال فضلا عن القذائف المدفعية. إذن سلطات الاحتلال هي تتوسع يوما بعد آخر في عملياتها البرية، بل وتزيد من رقعة انتشارها في مدينة رفح الفلسطينية، يأتي هذا أيضا مع تدمير لكافة البنى التحتية والمرافق وكذلك أيضا البنايات الخاصة بالسكان والنازحين، لأنها تجرف بالجرافات هذه البنايات وتستهدفها أيضا بعمليات النسف والتدمير الكامل، لأنها هي تسعى إلى تصعيب مهمة السكن أو المأوى بالنسبة للفلسطينيين في هذه المنطقة وتجبرهم مرة أخرى على النزوح إلى مناطق الوسط، ولكن هذه العملية تبدو صعبة للغاية في ظل محدودية الدخل بالنسبة للسكان والنازحين، لأن قطاع كبير من النازحين والسكان في مدينة رفح الفلسطينية ليس لديهم القدرة المالية والمادية على التوجه إلى مناطق الوسط، وكذلك تصبح الحياة صعبة جدا في مدينة رفح الفلسطينية مثلها كباقي أنحاء قطاع غزة. بشكرك، شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه المعلومات من معبر رفح البري. كان معنا مراسل أكسترا نيوز كريم رجب.
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 67% من البنية التحتية لقطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. شملت جرائم الاحتلال تدمير جميع أبار المياه ومضخة الصرف الصحي بشكل كامل، حيث توقفت عملية ضخ مياه الصرف الصحي منذ 8 أشهر بسبب تدمير الاحتلال للبنية التحتية ونفاد الوقود، مما تسبب في غرق مناطق واسعة من قطاع غزة بمياه الصرف الصحي. في جميع نواحي الحياة في قطاع غزة سجلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات لجميع القوانين والأعراف الدولية خلال عدوانها على القطاع، والتي قوبلت بإدانات أممية ودولية واسعة. نتابع المزيد في هذا العرض مع محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم. أعداد كبيرة من الضحايا تسقط ساعة تلو الأخرى نتيجة النزاعات المسلحة حول العالم، وفي القلب منها غزة التي تئن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب في قطاع غزة، كما أخفقت في التمييز بين المدنيين وغيرهم في عدوانها على القطاع المحاصر. وفي تقرير يقيم فقط 6 هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية الأممية أن قوات الاحتلال انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم. بدوره أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى أن الوضع في قطاع غزة أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 120,000 شخص وتهجير ما يقرب من 1,000,000 فلسطيني قسريا ومنع وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الغارات المتواصلة على قطاع غزة التي تسبب معاناة هائلة ودمارا واسع النطاق. كما تطرق المفوض الأممي إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث استشهد أكثر من 528 فلسطينيا من بينهم 133 طفلا في عمليات قتل غير قانوني، إضافة إلى الحرمان التعسفي من المساعدات واعتقال آلاف الفلسطينيين. في تلك الأثناء قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي خلفت 39 مليون طن من الأنقاض، مؤكدة أن الآثار البيئية للحرب على قطاع غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن أهالي القطاع يواجهون مخاطر تلوث التربة والمياه والهواء. كما أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن جميع أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية انهارت تقريبا في قطاع غزة، محذرا من أن مياه الصرف الصحي بدأت تختلط بالبحار والتربة ومياه الشرب وحتى الغذاء، مؤكدا أن الذخائر والمواد الكيميائية المتفجرة في المناطق المكتظة بسكان في غزة أدت إلى تلوث التربة وموارد المياه. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي الدموي حرم نحو 39,000 طالب وطالبة في قطاع غزة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة والمقرر البدء بها يوم السبت القادم. أوضح المتحدث باسم الوزارة أن 450 طالبا من طلبة الثانوية العامة ارتقوا شهداء هذا العام جراء العدوان، بينهم 20 طالبا من الضفة الغربية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال تسللت إلى حي المراح وسط مدينة جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. كما اعتقل الاحتلال 7 مواطنين من بيت سيرة غرب رام الله. بعد مرور أكثر من 76 عاما على نكبة 1948، يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعا صعبة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. في اليوم العالمي للاجئين، يمثل هذا اليوم فرصة للتعريف بقضية هؤلاء اللاجئين ولتسليط الضوء على معاناتهم في ظل تزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. المزيد في هذا العرض. أعلن الجيش الأمريكي تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر. وأضاف الجيش الأمريكي أنه دمر كذلك محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة، وسيطرت في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. قدمت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، قدمت أولى إحاطاتها أمام مجلس الأمن الدولي منذ توليها لمهام رئاسة البعثة، خلفا للمبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي الذي قدم استقالته في 16 إبريل الماضي. قالت خوري إنها عقدت عدة اجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية، وأشارت إلى أن الجميع عبر عن رغبته في الحاجة إلى التوصل لاتفاق سياسي من أجل تنظيم الانتخابات واستعادة شرعية المؤسسات الوطنية.
أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين مباحثات في فيتنام بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وشكر رئيس روسيا هانوي على نهجها المتوازن بشأن أوكرانيا في مقال نشر في صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم. وكتب أن روسيا وفيتنام لديهما القراءة نفسها للوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام، كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع فيتنام على القيام بالتبادل التجاري بالعملة المحلية. لدينا آفاق واعدة في التعاون مع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تجديد منظومة الطاقة في فيتنام وتنفيذ المشاريع الروسية الفيتنامية بتوليد الطاقة المائية ولإنتاج حوالي 1000 ميجاوات. كان رئيس روسي قد اختتم زيارة إلى بيونغ يانغ، حيث استقبله زعيم الكوريا الشمالي كيم جونغ أون بحفاوة كبيرة، مؤكدا أنه أفضل صديق لبلاده. وقع البلدان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تنص على مساعدة متبادلة في حال تعرض أي منها لعدوان، وعلى احتمال تعزيز التعاون العسكري الفني. اعتبر يانس ستولتنبرغ أمين عام حلف الشمال الأطلنطي أن الاتفاق الدفاعي الجديد بين روسيا وكوريا الشمالية يسلط الضوء على أهمية تشكيل جبهة موحدة. قال ستولتنبرغ إن كوريا الشمالية قدمت كمية هائلة من الذخيرة لروسيا في عملياتها العسكرية بأوكرانيا، وأضاف أن التقارب المتزايد لروسيا مع دول آسيوية أخرى يبرز أهمية العمل مع الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها بشأن الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه بين روسيا وبيونغ يانغ، والذي يلزم البلدين بالتعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشارت سول إلى أنها ستترد بصرامة على أي أعمال تهدد أمنها من خلال العمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك حلفاؤها والدول الصديقة، مضيفة أنها تخطط لإعلان موقفها الرسمي حول مضمون المعاهدة. وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا، وأن تشمل تقييد استيراد الغاز المسال والهيليوم من روسيا. أشارت بلجيكا والتي تتولى رئاسة الاتحاد أن هذه الحزمة توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات. يأتي ذلك بعد أن تمكنت المفوضية الأوروبية من إيجاد حل وسط مع ألمانيا والتي كانت تعرقل الاتفاق. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لديها ما أسمته بترسانة من الإجراءات المضادة حال أقدم الغرب على تحويل عوائد الأصول الروسية المجمدة في الخارج إلى أوكرانيا. بعد سنوات من مصادرة الأصول الروسية واتجاه الغرب لاستخدام عوائد تلك الأصول لدعم أوكرانيا، صعدت موسكو من لهجتها التحذيرية حال الإقدام على تلك الخطوة ولوحت بترسانة من التدابير المضادة.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أكدت أن جميع الأصول الغربية لدى روسيا أصبحت الآن معرضة لأن تكون خاضعة لسياسات وإجراءات انتقامية. روسيا تمتلك كميات كبيرة من الأموال والممتلكات الغربية الخاضعة للولاية القضائية الروسية، وكل هذا قد يخضع لسياسات وإجراءات انتقامية روسية. بالطبع لن نكشف عن طبيعة هذه الإجراءات الانتقامية، ولكن إنني أستطيع أن أقول إن ترسانة التدابير المضادة سياسياً واقتصادياً هي واسعة النطاق. وخلال الأسبوع الماضي اتفق زعماء مجموعة السبع في قمتهم بإيطاليا على استخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة في الغرب لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، إلا أن الخارجية الروسية أعلنت أنها تلقت إشارات مباشرة من بعض دول المجموعة من أنها لن تشارك في مثل هذا التحرك، وحذرت من أن هذه الخطوة غير قانونية وسترتد على الغرب من خلال تقويض الثقة في النظام المالي العالمي. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون أحد الإجراءات الأكثر ترجيحاً التي ستتخذها روسيا هو مصادرة الأصول المالية للمستثمرين الأجانب والأوراق المالية المحتفظ بها حالياً في حسابات خاصة، وهي تعد خاضعة لحظر روسي مشروط منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ذكرت السلطات الروسية أن مناطق عدة في روسيا تم استهدافها ليلا بهجمات بواسطة مسيرات أوكرانية، خصوصا خزانات نفط. وفي مقابلة في مقابل ذلك فقد أعلنت أوكرانيا عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين في غارات روسية على خاركيف. البنى التحتية الأوكرانية والروسية لا تزال تحت وابل القصف بعد أن أصبحت المسيرات خياراً محبباً في الحرب الدائرة بين البلدين. وزارة الطاقة الأوكرانية أعلنت عن هجوم شنته روسيا ألحق أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في عدة مناطق أوكرانية، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 عمال في إحدى منشآت الطاقة المتضررة، فضلاً عن انقطاع الكهرباء عن بعض المستهلكين. في مقابل ذلك ذكرت موسكو أن مناطق عدة في روسيا تم استهدافها ليلا بهجمات بواسطة مسيرات أوكرانية، خصوصا خزانة النفط. وتركزت ضربات المسيرات الأوكرانية في منطقة كرازوندار في جنوب البلاد. وفي الأشهر الأخيرة أصبحت مصافي التكرير ومحطات النفط الروسية أهدافا ذات أولوية لهجمات الطائرة المسيرة الأوكرانية كجزء من الهجمات المتصاعدة على الأراضي الروسية، كما تكثف روسيا هجومها بالصواريخ والطائرة المسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كثير من المناطق ولجوء الحكومة الأوكرانية إلى بدء استيراد إمدادات كبيرة من الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي. ويلجأ البلدان في شن هذه الهجمات إلى الطائرة المسيرة والتي أصبحت خياراً مقبول التكلفة، بينما تنتظر أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية. توقعت 3 استطلاعات لرأي هزيمة ساحقة غير مسبوقة لحزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في انتخابات 4 يوليو، بينما توقعت فوز حزب العمال المعارض بأغلبية كبيرة وبسهولة. وتتوافق الاستطلاعات مع أخرى سابقة تتوقع فوز حزب العمال الذي ظل في صفوف المعارضة على مدى 14 عام من حكم المحافظين، لكنها توضح أن حجم هزيمة المحافظين قد يكون أسوأ مما كان يعتقد سابقا. هزيمة ساحقة غير مسبوقة لحزب المحافظين في انتخابات 4 يوليو تشير لها استطلاعات الرأي، مقابل فوز حزب العمال المعارض بأغلبية كبيرة وبسهولة. استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف توقع أن حزب العمال بقيادة كير ستارمر في طريقه للاستحواذ على 425 مقعد في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعد ليحصد أكبر عدد في تاريخه، بينما توقع استطلاع شركة سافانتا حصول حزب العمال على 516 مقعد، فيما توقع استطلاع منظمة موران كومن حصوله على 406 مقعد.
الاستطلاعات الثلاثة اتبعت نهجا يستخدم متغيرات العمر والنوع والتعليم ومتغيرات أخرى للتنبؤ بالنتائج في كل منطقة تصويت بريطانية، وهو نفس النهج الذي سبق استخدامه في توقعهم الناجح لنتيجة الانتخابات البريطانية لعام 2017. وتتسق الاستطلاعات كثيرا مع أخرى سابقة تتوقع فوز حزب العمال الذي ظل في صفوف المعارضة على مدى 14 عاما من حكم المحافظين، لكنها تبرز أن حجم هزيمة المحافظين قد يكون أسوأ مما كان يعتقد سابقا. وتنبأت الاستطلاعات الثلاثة أيضا بأن يخسر عدد من الوزراء البارزين في الحكومة مقاعدهم، من بينهم وزير المالية جيرمي هانت. وتشير معظم استطلاعات الرأي حاليا إلى تقدم حزب العمال بزعامة ستارمر بنحو 20 نقطة مئوية على حزب المحافظين الحاكم في حصة الأصوات. كان زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك قد فاجأ كثيرين بالإعلان عن انتخابات مبكرة، على عكس توقعات واسعة النطاق بأنه سينتظر لإتاحة الوقت لرفع مستويات المعيشة بعد تسجيل أعلى معدل تضخم في 40 عاما. يعرض ممثلو الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا اليوم برنامجهم أمام منظمات أصحاب العمل. تنظم هذه الجلسات وسط أداء متعثر للمالية الفرنسية، مما أثار انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الميزانية بتجاوز عن السقف المحدد. أدى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليمين الدستورية لولاية ثانية كاملة بعد توصل حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية من أجل البقاء في السلطة. وقال رامافوزا بعد أدائه القسم خلال مراسم أقيمت في مقر الحكومة في بريتوريا إن تشكيل حكومة وحدة وطنية هي لحظة تحمل أهمية بالغة وبداية عهد جديد. وصوت النواب بأغلبية ساحقة لصالح إعادة انتخاب رئيس البالغ 71 عاما الأسبوع الماضي بعد فشل جميع الأطراف في تحقيق فوز واضح في انتخابات 29 من مايو العامة لأول مرة منذ 3 عقود. تولى سيريل رامافوزا السلطة للمرة الأولى في عام 2018 وعيد بعدها انتخابه مرتين. المزيد عن رئيس الجنوب أفريقي في هذا العرض. خفر السواحل الصينيون اشتباكا عنيفا مع عناصر في البحرية الفلبينية بالقرب من جزيرة مورغانية استراتيجية في بحر الصين الجنوبية. وبحسب الجيش الفلبيني فإن المواجهة وقعت خلال مهمة إمداد للجنود الفلبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطلة. كما أشار إلى أن خفر السواحل الصينيين قاموا بمصادرة أو تدمير معدات فلبينية بما في ذلك أسلحة نارية. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، نظم فصل تعليم الكبار لمحو أمية مجموعة من سيدات المنطقة.
أعربت المستفيدات عن سعادتهن بتوفير مثل تلك الفرص وبتعليمهن بالمجان من أجل المساعدة على التعامل والتكيف مع البيئة المحيطة بهن. نظمت مؤسسة حياة كريمة بمنشأة جنزور بمدينة طنطا بمحافظة الغربية حفلا لتقديم مساعدة إنسانية وتمكين اقتصادي وأجهزة عرائس وذلك على الأسر الأولى برعاية. وتضمن الحفل فقرات فنية وغنائية وتنور لرسم البهجة والسرور على وجوه الحضور والأطفال، إلى جانب توزيع مساعدات تتضمن 15 جهازا كهربائيا وسبعة تروسيكلات وسلعا غذائية على المستحقين. النهاردة عندنا يوم من الأيام الجميلة اللي حياة كريمة بتقدمها لأهالينا. النهاردة عندنا عدد من التدخلات الإنسانية للأسر الأكثر استحقاقا. عندنا النهاردة يدوم الفرح لأكثر من 15 عروسة من بناتنا، ربنا يتمم لهم بخير يا رب. عندنا النهاردة في سبع أسر هيستفادوا ببرز جديد بتروسيكلات علشان يقدروا ان هم يكون عندهم مصدر دخل ثابت. مش بس كده، احنا عندنا بعض مشروعات التمكين الاقتصادي من منظفات وبقالة وغيره علشان خاطر أهالينا يقدروا ان هم يكون عندهم مصدر رزق مستدام. احنا النهاردة كمان عندنا خير كتير جدا، احنا عندنا النهارده توزيع صناديق حمايه غذائيه، عندنا كمان صكوك الاضاحي على مستوى مراكز الغربيه بيتم توزيعها. النهارده موجودين استكمالا لفعاليات العيد، طبعا ان شاء الله النهارده وبكره هنبدا ان احنا نوزع صكوك الاضاحي على اهالينا المستحقين. كمان احنا النهارده موجودين في قريه منشاه جنزور بمركز طنطا علشان نقدم اجهزه عرايس للعرايس المستحقه من الاهالي المتعففه. كمان موجود معانا تورسيكلات هنوزعها على المستحقين علشان نفتح لهم مصدر دخل حلال باذن الله، ان هم يكون مصدر دخل رئيسي ليهم. بوجود اهالينا بنقول لهم كل سنه وحضراتكم طيبين، حاولنا ان احنا نقدم لكم حاجه بسيطه تفرحكم. احنا النهارده موجودين مع 15 عروسه بجهازهم، موجودين مع حالات تمكين اقتصادي، هنلاقي عندنا سبع تروسيكلات تمكين اقتصادي، هنلاقي عندنا مشاريع اقتصاديه زي واحد مشروع نظافه، واحد وثلاث مشاريع بقاله فيها كل المواد اللي هو محتاجها، كل السلع اللي هو محتاجها اللي تقدر تخدمه وتستفاد بيه. حياه كريمه موجوده وسط الناس بتخدمه وتفرح بوجودهم. حاولنا ان احنا نشاركهم لو بجزء بسيط ونفرحهم في العيد. ربنا يا رب يتمم لهم على خير ويجعلوا عيد سعيد على مصر كلها. بنحاول ان احنا نساعد اهالينا بمشاريع مختلفة، مجالات مختلفة، بنلف مصر كلها بنساعد طبعا الناس الاكثر استحقاقا. بشكر حياة كريمة لان وقفت جنبي وادتني مشروع منظفات، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه واقف جنبنا. الحمد لله حاسة بفرحة وربنا يقدرهم على الخير. بشكر حياة كريمة ان هي وقفت معانا وجهبت جهاز لبنتي ووقفة مع البنات كلها ووقفة مع المصريين كلهم. وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. حياة كلها ومصر فيها خير وحياة كريمة، كل سنة وهم طيبين وربنا يقدرهم على فعل الخير. قرر البنك المركزي النرويجي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير تماشيا مع توقعات المحللين، وذكر أن التضخم لا زال أعلى من المستوى المستهدف. أشار المركزي النرويجي إلى أن هناك احتمالا أن تظل تكاليف الاقتراض عند نفس المستوى لفترة من الزمن في ضوء التقييم الحالي لآفاق الاقتصاد وتوازن المخاطر.
خفض البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة إلى 1.25% وفقا لتوقعات. وأكد المركزي السويسري استمرار وجود نقاط ضعف في إطار العمل التنظيمي للقطاع المالي في البلاد، وذلك في أعقاب انهيار بنك كريدي سويس في 2023، مطالبا بضرورة معالجتها. حذر المدير التنفيذي لبنك يو بي اس من أن سويسرا قد تفقد مكانتها كمركز لإدارة الثروات في العالم إذا بالغ صناع السياسات في رد فعلهم تجاه انهيار كريدي سويس. ذكر أن البلاد بحاجة إلى أن تكون بنوكها قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، وأشار إلى أن دولا مثل هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة تنافس بقوة وتحرز تقدما كبيرا نحو لقب مركز إدارة الثروة الخارجي في العالم، والذي تحتفظ به سويسرا اليوم. أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 10.5%، منهيا بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس من العام الماضي. وقال البنك المركزي البرازيلي إن قراره جاء في ظل نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم ويتطلب مقاربة أكثر حذراً. مهدت المفوضية الأوروبية الطريق لإجراءات العجز العام المفرطة ضد 7 دول في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر بجانب هولندا وسلوفاكيا ومالطا. إجراءات تصحيحية وخطوة تأديبية تعتزم المفوضية الأوروبية تنفيذها لعدد من الدول من أجل الامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي مستقبلاً. وفي ظل العجز العام المفرط التي تعاني منه 7 دول أوروبية، مهدت المفوضية الطريق لعقد إجراءات ضد تلك الدول، والتي تشمل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر بجانب بولندا وسلوفاكيا ومالطا، حيث تجاوزت العام الماضي حد العجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. الخطوة التأديبية والمعروفة باسم إجراء العجز المفرط ستكون هي الخطوة الأولى من نوعها منذ أن علق الاتحاد الأوروبي قواعده المالية التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط في عام 2020. وكان لدى فرنسا بشكل خاص عجز في الموازنة بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بينما بلغ الدين العام لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بينما الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي هو 60%. في الوقت نفسه أكد مكتب الإحصاء الأوروبي أن 11 دولة في الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا لديها عجز في الموازنة أعلى من الحد الأقصى للاتحاد، ومن المقرر إجراء محادثات بين باريس والمفوضية بشأن مدى سرعة خفض العجز والديون الفرنسية في الأشهر المقبلة. أطلت أمطار غزيرة على شمال شرق المكسيك مع تزايد قوة العاصفة الاستوائية ألبرتو في المحيط الهادئ، والعاصفة هي الأولى في موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2024، على الرغم من أن رياحها المستمرة تظل أقل من قوة الأعاصير.
لقي ما لا يقل عن 11 شخصا في السلفادور مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في الأيام القليلة الماضية. التقط سكان مدينة أكاجوتلا الساحلية النفايات من شواطئهم بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى سحب أطنان من البلاستيكية إليها، فيما أغرقت الأمطار مساحات واسعة من الأراضي عبر ساحل المحيط الهادئ من جنوب المكسيك إلى غرب بنما. ذكرت السلطات في بنغلاديش أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى تفاقم حالة الفيضانات في منطقة شمال شرق البلاد، وذكرت السلطات المحلية أن أكثر من 800 ألف شخص تضرروا من الفيضانات، فيما كشفت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد أن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر، محذرة من حدوث انهيارات أرضية حول المناطق الجبلية في المنطقة. تجتاح الهند موجة حارة أودت بحياة 52 شخصا على الأقل في وقت تجابه فيه البلاد ارتفاع قياسيا في درجات الحرارة هذا الصيف. سجلت الهند أكثر من 40 ألف حالة اشتباه بالإصابة بضربة شمس هذا الصيف، و110 حالات وفاة مؤكدة على الأقل عندما شهدت مناطق في شمال وغرب الهند أياما من الموجات الحارة يفوق عددها المعتاد بالمثلين. تنبأ مكتب الأرصاد بأن تستمر درجات الحرارة في تخطي المعتاد هذا الشهر أيضا. قال تقرير صادر عن معهد التأثيرات الصحية ومقره الولايات المتحدة أن قرابة 2000 طفل يموتون يوميا بسبب مشاكل صحية مرتبطة بتلوث الهواء الذي يعد الآن ثاني أكبر عامل خطر للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم. نحو 2000 حالة وفاة يوميا في صفوف الأطفال حول العالم ترجع بسبب مشكلات صحية مرتبطة بتلوث الهواء بحسب تقرير بيئي أمريكي. التقرير الصادر عن معهد التأثيرات الصحية في الولايات المتحدة أكد أن تلوث الهواء يعد الآن ثاني أكبر عامل خطر للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم. المعهد الذي يتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أوضح في تقريره السنوي عن حالة الهواء العالمي أن الأطفال الصغار معرضون بشكل خاص لتلوث الهواء، حيث وجد التقرير أن أكثر من 700 ألف طفل دون سن الخامسة توفوا في عام 2021 بسبب تلوث الهواء. وبشكل عام أسهم التعرض لتلوث الهواء في عام 2021 في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم، فيما أشار التقرير البيئي إلى أن كل شخص في العالم تقريبا أصبح الآن يتنشق يوميا مستويات غير صحية من تلوث الهواء. وحذر التقرير أيضا من أن الإحصاءات التي قام بها لم تتطرق إلى كيفية تأثير تلوث الهواء على حالة الأشخاص الأحياء من حيث صحة الدماغ أو أمراض التآكل العصبية. ويشير التقرير إلى أن مستويات تلوث الهواء في العالم ارتفعت بشكل خاص في السنوات الماضية مع تفاقم أزمة تغير المناخ، حيث أسهمت حرائق الغابات والعواصف الترابية والحرارة الشديدة في تسجيل معدلات تلوث على نحو متزايد في كثير من مناطق العالم. وفي الأخبار الرياضية، فاز بيراميدز على بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس والتي تأتي ضمن منافسة الجولة 26 من عمر مسابقات الدوري. افتتح التسجيل لبيراميدز فخري لكاي في الدقيقة 24 من المباراة قبل أن يضيف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 74. بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة. Let's
هذا وفاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري. وبهذه النتيجة اقترب فريق فيوتشر من المربع الذهبي حيث ارتفع رصيده إلى 38 نقطة قافزا للمركز الخامس، فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 34 نقطة. والآن مع فعاليات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا. قام اليوم عدد من مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة اليورو 2024، حيث تقام مباراتان ضمن المجموعة الثالثة ومباراة لحساب المجموعة الثانية. المزيد في هذا التقرير. الجولة الثانية من يورو 2024 جولة ساخنة تشهد العديد من المباريات التي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم، حيث تقام الخميس مباراتان ضمن المجموعة الثالثة ومباراة لحساب المجموعة الثانية. منتخب إسبانيا يواجه نظيره الإيطالي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية. إسبانيا تمكنت من تحقيق فوز مهم على كرواتيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى ليتصدر منتخب الماتادور المجموعة. في المقابل نجحت إيطاليا حاملة اللقب في إحباط مفاجأة ألبانيا وفازت عليها بهدفين مقابل هدف ليواصل الأزوري مشواره نحو الحفاظ على اللقب الغالي. وفي مباراة أخرى يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى حجز مكان له في الدور 16 حينما يواجه نظيره الدنماركي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة. منتخب الأسود الثلاثة فاز في الجولة الأولى من البطولة على نظيره الصربي بهدف نظيف، بينما تعادل منتخب الدنمارك في المباراة الأولى بهدف لمثله مع منتخب سلوفينيا، حيث ستكون مهمة أحفاد الفايكنج صعبة للحصول على أول ثلاث نقاط له بالبطولة. وفي ثالث المباريات وفي ديربي خاص يواجه منتخب صربيا نظيره السلوفيني ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة. منتخب صربيا خسر في الجولة الأولى أمام إنجلترا، لكنه يسعى لتحقيق الفوز في انتظار تعثر الدنمارك من أجل الحفاظ على الحظوظ في الوصول للدور المقبل، فيما يتصلح منتخب سلوفينيا الملقب بالفتيان بتعادله المثير مع الدنمارك في سعيه لخطف نقاط أخرى تعزز حظوظه في التأهل لدور 16. وصلنا لنهاية النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على غزة في اليوم 58 بعد 200 من العدوان. قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة. الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا. وفي الختام، لمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة.